صباح الخير، أنا أمير من الصين. الآن أدرس في جامعة لبنانية، ولقد جئت إلى لبنان قبل نصف سنة، وكنت مبسوط جدا جدا للدراسة في لبنان والإقامة في لبنان، وخاصة في هذه القرية الجميلة اسمها شحيم. ولكن خلال هذه الفترة تقريبا منذ شهر أنا غير مبسوط، هذا بسبب فيروس كورونا. عندما أمشي في الشوارع في بيروت أو في صيدا حتى في شحيم، دائما أشخاص يخافون مني أو يتجنبون عني أو يشتمونني كورونا. أنا أفهم خوفكم من الفيروس، ولكن لا أستطيع أن أتحمل الشتائم. ما هي فائدة إذا شتمتني؟ الإجابة هي لا فائدة ولا جدوى، بل يدل على أنك شخص بدون ضمير، بدون أخلاق، وبدون إنسانية. ثم هم يقولون إنهم يمزحون معي. فسؤالي لكم، إذا أمك مريضة، هل يمكنني أن أمزح بها أو أشتمها؟ لا، الصين بالنسبة إلينا صينيين هي أمنا، الآن هي مريضة ونتمنى لها الشفاء العاجل. الآن بعض الصينيين يعانون من فيروس داخل الصين، وبعض أشخاص يعانون من الشتائم والعنف خارج الصين. هذا شيء مؤلم جدا جدا جدا، ليس لمزاح عندكم. وأخيرا أتمنى جميعكم بالصحة والعافية. شكرا.